اللي تم تشكيل واحد الفريق امني مختلط متجانس كيتشكل من عناصر ديال الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه، كذلك مصلحه الولائيه الشرطه القضائيه، فرقه الشرطه القضائيه انفا، وكذلك فرقه الشرطه القضائيه بمنطقه الرحمه، وبدون استثناء جميع فرق الشرطه القضائيه والمصالح الامنيه بتنسيق وثيق وتحت اشراف فعلي المصالح المركزيه اللي كان تواصل دائم، ومكناتنا من مجموعه من المعلومات التقنيه اللي سهلت عمليه البحث بعد ما استعصى البحث الميداني. ومن خلال هذه الابحاث والتحريات والجهود المكثفه تم تحديد الهويه ديال المعنيه، وكذلك مكان التواجد ديالها، وتم الانتقال للمكان المحدد، وتم الايقاف ديالها، وكذلك استرجاع المولوده في صحه جيده. وهذا هو لا ساتيسفاكسيون اللي كانت عند المصالح الامنيه، هو ان الهم الكبير اللي كان عندنا، وان بعد الاختفاء تاع المولوده بقى الهم الكبير هو انها تسترجع الام ديالها وفي صحه جيده. والحمد لله بتضافر الجهود تم ايقاف المعنيه واسترجاع الرضيعه في صحه جيده حدود الساعه، واحتراما لسريه البحث. ومادام ان الابحاث والتحريات كتتم المباشره ديالها من قبل المصالح الامنيه تحت اشراف النيابه العامه لحدود الساعه، ما يمكنش ناكدوا واش كان عمل منفرد او عمل في اطار عصابه اجراميه او عمل مخطط له مسبق، الى حين تقديم المعنيه امام النيابه العامه من اجل اتخاذ القرار المتعين في حقها.